السؤال بنجاوبك على السؤال تاعك. هذا ان كانت هناك انتخابات، ان كانت هناك انتخابات نعاودها لثاني مره، فاننا ننتظر من الرئيس القادم، اقولها بكل صراحه، اذا كانت من هؤلاء المترشحين للرئاسه، من الخمسه المترشحين للرئاسه، انا بالنسبه لي كرايي انا، وانا مسؤول عن رايي ولا امثل اي، لا انتظر منهم اي شيء. فبالنسبه لي انا عادت ريما لعادتها القديمه، هذا ما انتظر منهم، ما انتظر منهم لا خير ولا انتظر منهم لا شيء راح يديروهن، ولو انهم من اذناب العصابه، انا كنعتبرهم، هذا رايي، هذه اولا. ثانيا الرئيس ان كان هناك رئيس نزيه وتوفر فيه شروط الرئاسه، انا انتظر منه كاين حاجه ثلاث حوايج يطبقهم، العداله والحريه والمساواه، ثلاث حوايج. والله يعني السؤال تاعك راهو في محله، ما هو الرئيس المنتظر؟ نتمنى ان شاء الله البلاد يكون رئيس مليح ان شاء الله، ويكون كيما نقولوا يخدم الوطن والمواطنين، ونتمنى ان شاء الله كيما نقولوا لصلاح البلاد هذه، ويعني والجزائر راهي بشعبها بدولتها راهي ما شاء الله، واش نقولوا ربي يسرها وربي يحفظها ان شاء الله، وتحيه الجزائر وربي يرحم الشهداء والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما انتظره من رئيس المقبل هو خدمة الجزائر وشعبها بكل إخلاص وتفاني والمحافظة عليها، لأن توفى من أجلها الكثير من الجزائريين والشهداء رحمهم الله، وما زال آباؤنا من المجاهدين اليوم يعانون ما قامت به فرنسا الاستعمارية، فلنحافظ عليها جميعا ولنشارك في الانتخابات إن شاء الله، والسلام عليكم. نتمنى وان شاء الله الرئيس يجينا مليح، ان شاء الله يصلح البلاد ويصلح للعباد ويفهم لا جوناس، ماذا بينا ان شاء الله الجزائر ديما مليحه، وان شاء الله والدول الكل تعود تتمنى فينا ان شاء الله، وربي يهنينا ويهني جميع الدول العربيه كامله ان شاء الله يا ربي. يبارك فيك يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. جاوبنا على السؤال تاعكم، ماذا تنتظرون من الرئيس القادم؟ بصفتي مواطن من مدينة قسنطينة، أنا نشوف باللي هذه الانتخابات اللي راح تدور تمشي في الظروف الحالية بالخطة الحالية، أنها ما راحش تجيب نتيجة للدولة الجزائرية ولا للشعب الجزائري، لأنها تعتبر انتخابات مغلقة. الحوار فيها ماهوش جدي بالشكل المطلوب، وانما اذا كانت هناك انتخابات، بالنسبه لي كمواطن، ان الرئيس القادم راح يستمر في الطريقه القديمه نتاع التسيير، لان ما راح يجيب جديد مهما يكون الشخص اللي راح ينتخبه الشعب، اذا انتخب الشعب. إذا كان حقيقة الناس عندها إرادة، كاينة إرادة حقيقية للتغيير، أن الشخص اللي يجي، مشهدوا من الأشخاص الخمسة اللي نلتمسوا منهم التغيير بشكل جدي، وإحنا في حالة ما إذا تكون انتخابات وأراد الشعب أن تكون انتخابات، أنها تكون مرحلة انتقالية لمدة قصيرة، الرئيس القادم يحضر يفتح حوار جدي مع الفاعلين الحقيقيين، مع ممثلين الحراك، وتكون مرحلة انتقالية، يتدار دستور جديد للمرحلة المقبلة، ونعتبرها هذه الانتخابات كمرحلة انتقالية لمدة عام ولا عام ونص، ينتخب بعدها برئيس توافقي، كي تتفق الناس على رئيس توافقي، ينتخب بعدها انتخابات حقيقية، دستور جديد، قانون جديد للانتخابات، سلطة جديدة للانتخابات منبثقة عن طريق الشعب، وهذه من بعد ندخلوا في المرحلة الجديدة للدولة الجزائرية. ما ننتظر من نوال، وانا ننتظر نحب رئيس يكون رئيس عسكري يقيد بلاد الجيش، بيسك الشعب بوندي بكل بن حرام كامل، عندي ثقة في حتى شعب، الشعب يحط رئيس يفوتي عليه، تسمى من بعد يوليو يسرقوا كامل كيما راهم، فهمت كيفاه؟ يخدم صحابو اللي يحطوه، هذا بيه حكم عسكري، الهراوة والشغل، فهمت؟ باش الشعب يولي يخدم، واحد ميمو كي دقيقة،
رئيس البلديه عسكري، الوالي عسكري، في البنكة عسكري، في البوسطه عسكري، شركه تكمل العسكر اللي يحكم. الشعب ما كانش يروح يخدم على راهو، ما يوليش الشعب يخدم كي الروس. ما كانش هذا مدير سيفيل ويدخل بالمعرفه، لازم العسكر اللي يحكم البلد، لازم الرئيس يكون عسكري زي بوتين، ما تعرف ولا بالمريكا لا بالسواد. لازمنا احنا العرب، احنا جزائريين، لازمنا حكم عسكري. تختينا من حوس عسكري ما صراش الجزائر. قلت له عادي يجي غني بغنا، جابوا سريقه 20 سنه واجيه، خدم لي الحاشيه تاعو، اللي يجي هذا اللي يحطوه بعد يخدم لي الحاشيه. انا نحب حكم عسكري، ما نقبل حتى واحد، انا نحب حكم عسكري. هذا واش نحب من الجزائر. احنا ننتظر من الرئيس هذا القادم باه يكون دوله مليحه، مش كيما اللي كانت العصابه. هاهم العصابه في الحبس. درك احنا نتفقوا لكن ننتخبوا، هاو كاين الانتخاب. ولا كما كاش الانتخاب نديروا الرئيس تبون، تبون هو اللي يخرج على البلاد هذه. وخلي ننتظروا من تبون. وقال لك بعدا سمعت النشره، قال لك راح ينحي هذوك اللي داروا لونساج ويعاونهم ومنا. حنا ماذا بينا هذا تبون يكون هو الرئيس. ايه مسح الديون اصاحبي، ندير لونساج انا. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصفتي مواطن جزائري ولازمني صلاحيات نمارسها، انا نطلب من الرئيس القادم هذه اللي كان داروه في لودوز، اللي كان انتخبوا عليه الرئيس القادم هذا. انا بربي ان شاء الله انا بصفتي مانيش حننتخب، راني نجاوب على السؤال تاع السيد من بربي ان شاء الله. بربي ان شاء الله لا جا رئيس قادم كي تنحاو العصابه دي ابري، يتنحاو العصابه دو بوكل ان شاء الله. كيعود رئيس قادم يجي ولد الشعب، ولد الشعب وحاس بالميزيريه وحاس بالفقر وحاس بالشباب هذو. كيحس هذا الرئيس بالشباب ويحس بالفقر تاعهم ويحس بالناس اللي عقبت الميزيريه، بربي ان شاء الله تستعد البلاد. فهمت؟ نطلب منه صلاحيات فريده برك، صلاحيات كان يمارس اي مواطن جزائري اي شعب جزائري. الشعب هذا الجزائري شوماج، ونصنا شوماج، واحد ما قد يخدم فينا هذا الشوماج وقاري ومنا. نطلب منه يشوف له منصب عامل، منصب شغل، قالها الاخرى منصب شغل. ننحيو نحيو بربي ان شاء الله نحيو خلاص البطاله هذه، بربي ان شاء الله ما كانش. بربي ان شاء الله الشباب بكل زاهي وباهي، بكل يخدم، بكل مسوري، بكل يخدم عند الدوله. هذا واش نطلب من الرئيس القادم لا كان انتخبنا عليه، هذا واش نطلب.